والروح شفناها النهارده بشكل كبير جدا في كل اللعيبه ومش في محمد بس، هو ده النادي الاهلي، بطوله غاليه وبطوله مهمه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون بطولات بالنسبه لك وبالنسبه للنادي الاهلي يا محمد. حبيبي بشكرك طبعا، الحمد لله طبعا على اول بطوله ليا، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي طبعا. الحمد لله عملنا شوط اول طبعا جامدين جدا، وقدرنا نطلع بالماتش 2-0. الشوط الثاني بدانا الحمد لله بجون، لكن في الاخر يعني في سن التاون دخل فينا جونين وبتاع، عادي ده ممكن يحصل، بس اهم حاجه ان احنا ما سيبناش الماتش وقدرنا ان احنا نكسب، فدي اهم حاجه. فان شاء الله يعني الماتشات الجايه انت عارف بعد يومين عندنا ماتش، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونبدا الدوري. دي دفعه هتدينا لقدام، انت عارف الدوري صعب وكل 3 ايام ماتش وعندنا ماتش كمان يومين، فان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. وببارك للنادي الاهلي، والبطوله دي يعني اول بطوله ليا بهديها لابويا وامي طبعا الحمد لله. شفت المباراه شايفها ازاي؟ يعني اصعب شيء شفته في المباراه النهارده بالنسبه لك يا محمد؟ مش لو بص، الماتشات الكبيره دي بتبقى حلوه، بتبقى فيها متعه، بالعكس الجماهير دي كلها بتبقى موجوده، فانت عايز تمتع الناس، عايز تلعب كوره براحتك، ممكن يكون في ضغط شويه طبعا ده طبيعي في الكوره، لكن متعه الجماهير دي حاجه تانيه، اتمنى ان هي ترجع. الماتش بس اتصعب علينا في الاخر شويه عشان مجهود ومش عارف ايه وتعب واصابات، فالحمد لله رب العالمين قدرنا نطلع بالمكسب، ودي اهم حاجه. بس كانت جميله لمؤمن زكريا والتيشيرتات لمؤمن زكريا، بنتمنى يكون معاك مؤمن ومعاك ان شاء الله الفتره اللي جايه. حابب تقولي لمؤمن، لان الفوز ده كنا بنتمنى يكون موجود في المدرجات، لان جمهور النادي الاهلي كان طالب كده، لكن بنتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل. حابب تقولي لمؤمن سريعا يا كابتن؟ انا واحد كنت اتمنى ان هو يكون موجود في الماتش يتكرم. مؤمن لعيب كبير قوي، انا لعبت معاه في انبي لما كنت في انبي، شخصيه محترمه جدا، وانا زعلان عليه جدا، بس انا مش لازم اكتب ولازم انزل ونازل اعمل كل الكلام ده، كل الحزن يبقى في القلب مش في الحاجات دي، لكن اتمنى يا رب اللي هو يرجع بسرعه ويرجع في اسرع وقت، لان هو لعيب كبير، انا يعني يلعب في اي مكان، بس اهم حاجه يرجع ويبقى كويس، فاهم؟ فربنا يشفيه يا رب كده ويرجع لنا بالسلامه زي الاول ان شاء الله. حبيبي شكرا، الله يبارك فيك، ونشكر اكيد كباتننا الكبار كل